في هذه الغرفة بات الملك عبد العزيز. تعالوا نشوفه ونكتشف هذه الغرفة. ندخل الغرفة. طبعا هذه الغرفة غرفة وسط غرفة. هذه الغرفة يعتبر كمجلس، وهذا الباب يؤدي للغرفة اللي بات فيها الملك عبد العزيز. طبعا هذه الغرفة زي المجلس صغير، وفي يعني عبارة هو متحف في نفس الوقت. وهذه الغرفة اللي بات فيها الملك عبد العزيز. بسم الله. هذه الغرفة فيها جلسة بسيطة، وهذا سرير الملك عبد العزيز، وهذه صورة الملك. هذه الغرفة مؤسسة من قبل 236 سنة. طبعا هذه الغرفة بات الملك فيها عبد العزيز في عام 1331 للهجرة في 5 جمادى الأولى.